رجل يعمل في المملكة العربية السعودية ويرسل بزكاة في وقت محدد في شهر رمضان وجعلها كالعادة وبأسماء أشخاص لديهم ما يكفيهم وزيادة وأكثرهم من الأقرباء والقريب يأخذ مبلغا كبيرا وغير القريب يأخذ مبلغا صغيرا وهو يستحق ذلك، فما قولكم في هذا؟ وهل يجوز أن نأخذها كاملة لإصلاح المسجد؟ هذا يعتبر متصرفا في مال غيره، فإن هذه الزكاة ليست ملكا له، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فهو يأخذ أموال الفقراء ثم يصرفها للأغنياء. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يعني أموالهم باعتبار أنها حب لهم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لمعاذ لما أرسله إلى اليمن فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فلا يجوز له أن يحابي بهذه الصدقة فإنها ليست ملكا له، لا يجوز له أن يحابي بهذه، وما أكثر المحاباة، فذاك يعطي لمدير المرور من أجل إذا حصل له صدام نعم يكون صاحبا لمدير المرور، وذاك يعطي لمدير الأمن، وذاك يعطي للفندم الفلاني، وآخر يعطي، فهي أموال الفقراء وأموال من ذكر في الآية، ولا يجوز له أن يتصرف. وهكذا أيضا الذي يعطي الحزبيين الذين يحاربون السنة وأهل السنة سيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن ذلك المال الذي أعطاهم، فالقصد أنه يجب أن يعطي كلا نصيبه إن تيسر له أو استطاع أن يعطي الأصناف الثمانية، وإلا فيجوز أن يعطيها صنفا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والفقراء هم صنف واحد. وأما أن تؤخذ هذه الأموال ويبنى بها مسجد أو لصالح المسجد فهذا لا يجوز أيضا، ولهضت في سبيل الله في الآية الكريمة المقصود بها الغازي في سبيل الله. نعم ماذا؟ وأما أن تصرف في المصارف أو تصرف للمساجد أو لبناء المدارس أو تمهيد الطرقات أو ماذا مصالح أخرى فهذا لا يجوز. من يريد أن يتصدق أو أن يعمل مصالح أخرى فمن خالص ماله، أما هذه فهي حق المصارف الثمانية. وتقدم أن قلنا لفظة في سبيل الله المراد بها المجاهد، حتى لا يستدل مستدل بماذا؟ بعمومها. في سبيل الله لفظ عام يشمل كل أمر خيري،
لكنها مقيدة بالمجاهدين في سبيل الله. وهل يعتبر من العاملين عليها من هو؟ هذا الرجل الذي يرسل إليه المال. الذي يرسل إليه المال إذا كان يأخذ بقدر حاجته بقدر تعبه لا بأس بذلك، وأما أن يستغلها الآن لصالح نفسه فلا.